اتجوزوا في 3 أيام وخطفت قلبه من أول نظرة، قالت عليه حب حياتي وأهم ميزة فيه إنه بيضحكها، وطلب إيديها للجواز. قالت له استنى تعرفني أكتر، لكن الهزار قلب جد. مفاجآت وتفاصيلها تعرفها لأول مرة عن قصة حب نيلي كريم وهشام عاشور وإزاي انتهت بالطلاق. انفصال نيلي كريم عن هشام عاشور كان مفاجأة للكل، خصوصا إن الاتنين اتعرفوا بقصة حبهم وزواجهم اللي حصل في وقت سريع، وكان في 2021، وقلب وقتها السوشيال ميديا. اللي زود من الغموض عن انفصال الثنائي إن نيلي كريم كان ليها منشور على حسابها قبل الطلاق قالت فيه يكبر الإنسان 3 أضعاف عمره، وقتها يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة ليه، وده اللي زود التكهنات عن سبب الانفصال بينهما. لكن ايه هي قصة الحب بين نيلي كريم وهشام عاشور؟ نيلي اتكلمت قبل كده عن علاقتها بهشام وقالت اول ما شافني قال لي مش عارف انا عاوز اتجوزك، قلت له بتهزر، طب استنى تعرفني اكتر، والموضوع ما كانش في بالي خالص، لكن الهزار قلب جد. قصة حب نيلي كريم وهشام عاشور بدأت قبل الجواز بشهر ونص، وكانت عن طريق الصدفة في القاهرة، وبعدها تعرفوا على بعض في الجونة، وكانت في جلسة صداقة عن طريق مديرة أعمالها وصديقتها إنجي وأخته، وقرروا وقتها أنهم يقضوا وقت أطول في الساحل الشمالي، وقعوا فيها في حب بعض. هشام كمان اتكلم عن سبب إعجابه بنيلي وتفكيره في الجواز منها، وقال إنه فكر في الارتباط بالفنانة نيلي كريم من أول مرة شافها فيها على الشاطئ في الجونة، وقتها كانت قاعدة بترسم، وإنها رفضت طلبه في البداية. وقال هشام أنا مش فاكر إزاي وقعت في غرامها، أنا فجأة لقيت نفسي بفكر في الجواز منها رغم إن شخصيتي حذرة جدا خصوصا في الحاجات الخاصة بالجواز. وقال كمان ممكن أكون في أي حاجة عادي، إنما الجواز بالذات ما كنتش بفكر إنه يبقى بالصراع دي، خصوصا إن كنت عايش حياتي وبراحتي، وده خلاني فكرت إن الجواز حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات. وقال كمان وقتها إنه كان بيفكر يعمل حفل كتب كتاب صغير بحضور 10 أفراد بس والسفر بعدها لأمريكا، لكن بعد كده الناس عرفوا كلموني وقالوا لي احنا جايين، وفجأة الخبر انتشر. نيلي كمان في كلامها عن هشام قالت عمري ما اتبسطت كده في حياتي، وحبيت الاسكواش قوي بعد جوازي من هشام، والاسكواش لعبة صعبة ومحتاجة ذكاء ولياقة، انا ما كانش فيا دماغ خالص، ولما بصيت على الانستجرام بتاعه قلت له انت لذيذ. هشام طلب مني الجواز بعد 3 أيام بس من التعارف. الحب ما فيهوش حسابات بصراحة، أول ما تبدأ تحس وتقول وتهتم بكلام الناس بتقول إيه هتتعب. أنا دايما مع مقولة تمشي مع قلبك امشي مع إحساسك. الراجل الشرقي اللي ياخد قرار زي ده يكون راجل بمعنى الكلمة وعنده ثقة عالية قوي 100%. وكمان هشام في ميزة، أي موقف بيقلبه الضحك وهزار، فعلا الضحك بيطول العمر، ولما ناخد الأمور بطريقة فقهية الحياة بتكون ألطف. هشام في حاجات حلوة كتير، لكن أبرزها إن مفيش ملل، كل يوم في حاجة جديدة ومغامرات جديدة وابتسامة جديدة للحياة.